اسال حضرتك عن رايك في امتحان الكيمستري النهارده. لا هو واضح ان هو ما كانش حلو خالص، بدليل ان كلهم خارجين زي ما انت شايف، ما حدش راضي خالص عن الامتحان، اغلب البنات منهاره، كله خارج يعيط. يعني ربنا يستر ان شاء الله. يعني تتوقعي ان يكون في درجات رأفة من الوزاره؟ اتمنى، مش اتوقع، اتمنى، يعني اتمنى ان هو لو فعلا الشكوى عامه بالطريقه دي على مستوى الجمهوريه كلها، اكيد لازم يبقى فيه نظر للي حصل النهارده. ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله.